بتحلب الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد دائما في علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا هنلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات السابقة ابتدينا موضوع المخزون، مخزون المبيض من البويضات، وقلنا أن السيدات فرصهن في الحمل تتحدد بناء على عدد البويضات. لا يوجد تحليل ولا قرار قاطع في أن اللي مخزونها قليل لن تحمل، أو أن اللي مخزونها كثير أكيد أنها ستحمل، لكننا نتحدث عن فرص. وبالتالي لما تكون الفرص قليلة يبقى المنهجية بتاعتنا في التعامل مع الحالة يبقى مختلفة، يبقى ورانا وقت وعامل الوقت يؤخذ بعين الاعتبار، لأن السيدات يعرفنا أن السن مؤثر جدا في فرصهن في حدوث الحمل، فكل ما السن تقدم كل ما قل المخزون فقلت فرص حدوث الحمل. لكن المشكلة لما يكون المخزون قليل وسن السيدة صغير، فيجب أن نحول استراتيجيتنا في التعامل مع الحالة كأننا نتعامل مع سيدة سنها كبير. فنحن في النهاية لا يعنينا سن السيدة الرقمي اللي مكتوب في البطاقة، ما يهمناش هي اتولدت قد إيه، لكن يهمنا سنها الإنجابي، فرصها في الإنجاب. بمعنى إن اللي سنها 20 سنة كقاعدة فرصها في الحمل عالية لأن عدد بويضاتها كتير. طب لو سنها 20 سنة ومخزونها قليل، يقوم المخزون القليل ده يبقى مؤثر في فرص السيدة دي في حدوث الحمل بغض النظر عن سنها اللي مكتوب في البطاقة. فاحنا مش هممنا سنها اللي في البطاقة، سنها اللي اتولدت بيه، لكن يهمنا سنها الإنجابي، بمعنى فرصها في حدوث الحمل. لأن السيدات تولد بعدد محدد من البويضات يقل دائما بمرور الوقت والعمر، ومش بس بيقل العدد وبيقل الجودة بتاعت البويضات، وبالتالي تقل فرص السيدات في حدوث الحمل. ولا يمكن اكتشاف هذا بأعراض، مفيش عرض الست تقوله بنقول آه مخزونها قليل، ومفيش حاجة نبص كده على شكل الست ونقول آه ده مخزونها قليل. وبالتالي في المرة السابقة ابتدينا نتكلم على الفحوصات التي قد تدلنا على مخزون السيدة من البويضات. لو الفيديو اللي انتوا نزلتوه دلوقتي جاهز نبتدي نعرضه كده ونشوف هنتكلم عن ايه. نشوف الفيديو ده عرضناه المرة اللي فاتت وحضراتكم طلبتوا ان احنا نعيده تاني. ايه هي فحوصات تأخر الانجاب؟ نوقف الفيديو ثواني. الفحوصات اللي بتدل على مخزون المبيض من البويضات، وقلنا ان في فحوصات كتير لكن الثابت والغالب هم 3 فحوصات. اولهم هو اللي هنبتدي نعرضه نمرة 1، وهو ما يسمى انترال فوليكولار كاونت. نوقف الصوره بعد اذنكم. وهو عدد الجريبات اللي داخل المبيض التي ترى بالسونار المهبلي، وبالتالي اجراء سونار من البطن لاي سيده تبحث عن الحمل هو وهم شديد، وعدد هذه الجريبات يدل على مخزون المبيض من البويضات، وهي كرات سوداء تظهر في المبيض ويمكن إدراكها في أي وقت من الشهر، لكن الأمثل إن نقول نعد الجريبات دي في أيام الدورة الشهرية. وده إجابة على التساؤل اللي بتسأله السيدات، ليه بنشترط في عيادتنا إن الست تيجي في أيام الدورة؟ علشان نقدر نفيدها بواحد من الفحوصات التي لا تجرى إلا في أيام الدورة، أو الأمثل ليه هو إجراءه في أيام الدورة، وهو عد الجريبات. اللي قدام حضراتكم ده مبيض فيه كرات سوداء صغيرة كثيرة، وهي جريبات وهي بويضات غير ناضجة، وهو يشير إلى عدد جيد ومخزون جيد من البويضات. نمشي الفيديو. فالمنظر ده بتاع واحدة عندها مخزون كويس من البويضات، لما نعد الجريبات دي في الأيام الأولى من الدورة تعطينا انطباع عن المخزون المبيض من البويضات. شوف الصورة اللي على الشمال دي ونشوف الصورة اللي ظهرت على اليمين. ده مبيض تاني بس عدد الجريبات اللي فيه قليل، وبالتالي فرص سيدة في حدوث الحمل قليلة.
عد الجريبات في أيام الدورة الأولى يشير إلى مخزون المبيض، ويشير إلى استجابة المبيض في الشهر ده لو ادينا تنشيط للتبويض، ويشير إلى عدد البويضات. نوقف الصورة بعد إذنكم، نوقف الفيديو. ويشير إلى عدد البويضات التي يمكن استخراجها من المبيض إذا ادينا تنشيط أو إذا عملنا حقن مجهري. وبالتالي الست اللي رايحة تعمل حقن مجهري، دكاترة الحقن المجهري بيهتموا جدا بالفحص ده اللي اسمه، نوقف الفيديو بعد إذن حضراتكم، نوقف الفيديو بعد إذن حضراتكم، بيهتموا جدا بالفحص ده اللي اسمه انترال فوليكولر كاونت، واللي بيقول لهم اذا ادينا تنشيط للست دي الشهر ده غالبا هتطلع عدد بويضات قد ايه، بس ما يقدروش يقولوا الجوده ولا الكفاءه. عشان كده في بعض الاحيان دكاتره الحقن المجهري يقوموا يقولوا للست لا اجلي المحاوله، بلاش نبتدي الشهر ده، خلينا نبتدي الشهر الجاي، لان يلاقوا ان عدد الجريبات دي قليل. لكن طبعا هي من شهر لشهر مش هتفرق فرق كبير. لكن التحليل الأكثر استخداماً والأكثر شيوعاً والأكثر شهرة هو هرمون اللي اسمه الـ AMH أو الأنتيميلاريان هرمون. وهذا الهرمون يجرى في أي وقت من أيام الشهر، ولا يتأثر بأن السيدة حامل أو مش حامل، أو في الشهر ده اليوم الكام من الدورة، وبالتالي يمكن إجراءه في أي وقت. وعينة دم صغيرة، وبالتالي له دلالة ونفعية لأن ممكن أي سيدة تجريه في أي وقت. نحرك الفيديو بعد إذن حضراتكم. بس المشكلة ان الستات بتروح تعمله في معامل قليلة الكفاءة، وبالتالي بيبقى الكلام بتاعه مش قاطع. الصورة اللي على اليمين دي زي ما قلنا الجريبات قليلة، كلما قل عدد البويضات الصالحة للتخصيب وللخروج يقل هذا التحليل وهذا الهرمون. وهذا الفحص يجرى في أي يوم من أيام الشهر، ولا يتأثر بأيام الدورة الشهرية، ولا الصبح ولا بالليل ولا بأي عامل آخر. نوقف الفيديو بعد إذن حضراتكم، نوقف الفيديو. وبالتالي محبب جدا عند الأطباء لأن عينة دم صغيرة وتجرى في أي وقت. لكن التحليل ده لازم يجرى في معمل كفاءته عالية، وإذا طلعت النتائج مقلقة يعاد أكثر من مرة للتأكد. يبقى ده الفحص رقم 2. عشان كده بنجيب السيدات عندنا في أيام الدورة عشان نعمل لهم عد للجريبات، ونعمل الفحص ده عشان ناخد فكرة عن المخزون، ونعمل كمان الاختبار الثالث اللي ظاهر قدام حضراتكم، وهو عمل تحليل لهرمون الـ FSH، وهو يجرى في أيام الدورة. يبقى في فحصين بيجروا في أيام الدورة، وفحص ممكن يجرى في أي وقت. نقوم نجيب الست في أيام الدورة، يبقى له دلالة قاطعة إننا جبناها عملنا فحصين لازم يجروا في أيام الدورة، والفحص الثالث نقوم ناخد فكرة على مخزون السيدة من البويضات. الفحص الثالث هو في هرمون، نحرك الفيديو، هو هرمون الـ FSH، وهو الهرمون الذي يدير عمل المبيض، والذي يحفز المبيض، والذي يخرج بويضات من المبيض. وكلما قل كفاءة المبيض احتاج لتحفيز أعلى، وبالتالي ارتفع هذا الهرمون. وبالتالي هذا الهرمون في أيام الدورة الأولى لما يكون مرتفع يشير إلى ضعف مخزون المبيض من البويضات. لكن مشكلة هذا التحليل أنه مخادع، وأنه متغير، وأنه متأرجح، وأنه ممكن ست يبقى مخزونها قليل لكن في المراحل الأولى من المخزون القليل يطلع الـ FSH طبيعي، وانه عشان يعلى لعلو مقلق بينتظر لما المخزون يقل قوي، عشان كده دلالته مش مرتفع قوي. لكن اذا حبينا ناخد فكره جيده عن مخزون المبيض من البويضات، يا ريت لو نعمل الثلاث فحوصات، ويا ريت لو نكررهم. فما تجيش ست عندنا العياده وتقول ده انا عامله التحليل ده قبل كده، انتوا بتعيدوه ليه؟ بنعيده لان لما يبقى التحليل مش قاطع، الدلاله انك تعيده اكتر من مره في اكتر من معمل في اكتر من شهر عشان تاخد رأي قاطع. وليه جايبيني في أيام الدورة؟ عشان في أيام الدورة بنجري تحليل FSH، ونقدر نجري الانترال فوليكولر كاونت اللي هو أول تحليل. أما الـ AMH الأنتيميلاريان هرمون فيجرى في أي وقت. وإذا عملت التلاتة مع بعض يبقى بتاخد فكرة أكثر شمولية عن مخزون المبيض من البويضات، وبالتالي تقدر تقول هو المخزون قليل بس معقول، ولا قليل قوي، ولا قليل وشبه منعدم، وبالتالي فرص السيدة في الحمل قد إيه. ولا يوجد تحليل يقول الست دي هتحمل او ما تحملش، فمن لما نقول لست مخزونك من البويضات قليل جدا تيجي الشهر اللي بعده تبقى حامل وتيجي تتخانق معانا، هو انتوا ما تعرفوش؟ لا يا فندم نعرف، قلنا لك مخزونك قليل جدا، فرص ان يحصل حمل 1 في المليون، كنت انت الواحد من المليون دول. فما فيش حاجه تقول ان السيده دي هتحمل او لا تحمل بناء على تحليل المخزون. نحن نحدد فرص، وبالتالي بناء على الفرص دي بنحدد استراتيجياتنا ومنهجيتنا في التعامل مع الحالة. هل نأخذ خطوات سريعة أم يبقى الموضوع بهدوء؟ هل نلجأ للحقن المجهري مبكرا أم ده يؤجل؟ هل اللجوء للمنظار يفيد هذه السيدة أم لا يفيد؟ هل أخذ المنشطات مجدي أم غير مجدي؟ كل هذه الأسئلة الإجابة عليها في تحليل المخزون، لكن مش الإجابة بتاعت أنا هحمل أو مش هحمل في تحليل المخزون. فالحمل في النهاية هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، تعالى علمه وقدرته
علم وقدرة وطب الأطباء ومشيئته تغلب الأرقام التي نتحدث عنها. هذا ملخص لفحوصات مخزون المبيض من البويضات، وسنستكمل مع حضراتكم الحديث عن فحوصات أخرى وعلاجات في الحلقات القادمة. انتظرونا في هذه الحلقات المتسلسلة المتتابعة عن مخزون المبيض من البويضات. والآن نبدأ في استقبال اتصالات حضراتكم، ومعانا أول اتصال في حلقتنا، اتفضلوا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور، أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات والخط قطع. أيوة فن. أنا قلت لحضرتك إن أنا أشهدت 4 مرات. أيوة. والرابعة اللي هي كانت في عيد الفطر، أول يوم عيد الفطر. أيوة. وأنا عاملة تحليل الإشهاد كلها، اللي هي عشان أعرف لو كان في سبب. أيوة. تحليل الغدة الدرقية وكل ده. لا، ثانية واحدة. حضرتك قلتي مقولة لم ترد في الطب، لكن حضرتك ما يلامش عليك، يلام على اللي قالها لك. عملت تحاليل الإجهاض كلها، تمام؟ اللي هو عشان تقومي مسبداها في وش كده وتقولي عملت تحليل الإجهاض كلها وقالوا لي إن ما عنديش حاجة. هي إيه بقى تحاليل الإجهاض كلها دي؟ تعني بيها إيه؟ الـ HCP. الـ إيه؟ الـ HBC ده. إيه الـ HBC ده؟ هو تحليل من ضمنهم، ولا انا فاكراه يعني. هو حضرتك مفيش حاجه كده في الطب الحقيقه اسمه بالاسم ده، تمام؟ فانا عايز حضرتك تكلميني باللغه العربيه التي تجيديها وتقولي لي طلبوا مني تحاليل زي ما انت قلت كده، تحليل الغده الدرقيه، فده عرفته اهو، تمام؟ ولو ان ده ملوش علاقه مباشره بالاجهاض، لكن حضرتك قلتي طلبوا مني تحاليل اجهاضات كلها اللي هم ايه باللغه العربيه كده. طب ممكن اكمل بس كلامي؟ حضرتك تفضلي كملي كلامك ولا يهمك. ماشي حضرتك. انا اجهدت اول يوم العيد اخر مره اللي هي رابع مره، وكان من ساعتها نزيف اسبوع كسر اسبوع نزيف. بعد كده خدت منشط، رحت عند دكتور فقال لي ده ضعف في الشعيرات الدمويه وعالج ده. بعد كده برضو عمل لي الاشعه بالسونار قال ما فيش حاجه وكده تمام، ممكن يحصل حمل. واخدت منشط بقيت دورة تنزل لي كل شهر وتنزل بنزيف. رحت في شهر 10 ده رحت عند دكتور تاني فقال لي ده في كيس مية على الرحم هو اللي عامل النزيف وعامل كده. أولا أكيد اسمها كيس مية على المبيض مش على الرحم، حيث الرحم عضو عضلي لا يتكون عليه أكياس. طب وهو أنا عايزة بس أعرف هو كيس الرحم ده كيس المية هو ممكن ما يحصلش حمل تاني وإيه علاجه؟ حاضر. حضرتك كعادة المصريين one minded كده، one track minded، يعني اتجاه واحد. أنا بقول لحضرتك مفيش حاجة اسمها كيس على الرحم الأكياس على المبيض، فقمتي قايلة لي طيب إيه علاج كيس اللي على الرحم؟ طيب لا يوجد شيء اسمه كيس على الرحم. الأكياس عبارة عن بالونة مليانة سائل، الرحم عضو عضلي وبالتالي الأعضاء العضلية ما بتتكونش فيها أكياس، يبقى مفيش حاجة اسمها كيس إيه على الرحم. بعد إذن حضرتك علشان ما يبقاش فيه انفعالات أكتر من كده، حضرتك ممكن تسمعيني بقى من خلال التلفزيون. فمفيش حاجة اسمها كيس على الرحم خالص. الرحم كقاعدة عامة عشان نعرف كده، الرحم عضو عضلي والأعضاء العضلية لا يتكون فيها أكياس. المبيض لأنه نسيج يسمح بتجمع سوائل داخله، وبالتالي يبقى فيه حاجة اسمها كيس على المبيض. الكيس اللي على المبيض ده أنواع، الأكياس اللي على المبيض أنواع طبقا لنوع السائل اللي جواه. كلمة كيس يعني نسيج عامل زي البالونة جواها سائل، السائل ده نوعه يحدد نوع الكيس. ففي أكياس مية وفي أكياس دم وفي أكياس جواها أنسجة. في الأغلب عشان بس ما حيرش حضرتك، إن اللي حصل من المنشطات هو كيس مية. أكياس المية هي واحد من الأعراض الجانبية لاستخدام التنشيط، وغير مقلقة على الإطلاق ولا تمنع حمل، لكنها تمنع الاستمرار في المنشطات. ووارد أي ست بتاخد تنشيط للتبويض يحدث لها أكياس اللي هي عبارة عن بويضات كبرت ولم تخرج. لكن يجب قبل ما أدي منشطات البحث عن سبب، إيه سبب الإجهاض؟ لأن الجملة اللي حضرتك قلتيها لا موقع لها من الأعراب الطبي، عملت كل فحوصات الإجهاض وما توجعش دماغي وما تسألش عنهم وكلها كويسة وأنا طبيعية، ومع ذلك أجهضت 4 مرات، أنا طبيعية غالبا بتحسد بس وقت الحمل وبيحصل لي إجهاض. ما فيش كده في الطب. نمرة 2، ادوني منشطات. كويس. المنشطات أدوية تعطى للسيدات اللي عندها ضعف في التبويض. من المؤلم، لا هنأجل الفيديو الثالث المرة دي، من المؤلم أن السيدات في مصر يعتقدن
ان بيدوني منشطات وانا التبويض كويس، او هم فاهمين كده، او تقول لي الدكتور قال لي كده. ايوه الدكتور لما ادى لحضرتك تنشيط للتبويض شاف التبويض كويس، الكويس ان حضرتك يبقى تبويضك كويس من غير منشطات. والمنشطات بتعطى للي عندها ضعف في التبويض. لو ادينا منشطات لواحده عندها ضعف في التبويض وما بنقولهاش الحقيقه فاحنا غير امناء ولا نؤتمن على هذه الحاله. لو ادينا المنشطات لواحده ما عندهاش حاجه فعلا والتبويض بتاعها كويس في الاغلب هيتكون اكياس، والاكياس لا تضر لكنها ولا تعوق الحمل، لكنها تعوق ان مش هيحصل تبويض الشهر ده لان الكيس ده عباره عن بويضه ولم تخرج، وبالتالي فرص الحمل هتبقى قليله، والكيس ده احيانا يحدث منهم هو نفسه مضاعفات. وبالتالي نرجع للجمله اللي حبيت ان انا استوفي من حضرتك فيها فقلتي لي سيبك من الكلام ده وما تتكلمش فيه، اللي هو يجب البحث عن سبب للاجهاض. والبحث عن سبب الاجهاض يتم بالذهاب لطبيب جيد متخصص يقول الحقيقه بكلام علمي امين، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظه. وبالتليفون وبالتلفزيون مش هنقدر نفيد حضرتك في اكتر من كده، امام اصرار حضرتك على ان في حاجه اسمها كيس على الرحم، وان انا ما عنديش اي حاجه في فحوصات الاجهاض اللي هو اتش بي سي ده وكده، ما فيش كده، فلازم الكلام يبقى علمي ومنهجي اكتر من كده بكتير. معانا اتصال تليفوني اخر. الو اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، السلام عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يعني متجوزه ليا 3 سنين ونص. ايوه. ورحت الدكتور ورحت لكذا دكتور يعني. وحضرتك حضرتك نسيتي الجمله الشهيره اللي كلكم بتنسوها، متجوزه بقالي 3 سنين ونص وما حصلش حمل خالص، مش كده؟ خالص. أيوة يا فندم، حضرتك لم تقولي هذا كعادة مريضات تأخر الحمل. ما قالي انت متجوزة 3 سنين ونص وما حصلش حمل خالص، ورحت لدكاترة كتير، كتير دول يطلعوا عددهم قد إيه يعني؟ 4؟ رحت لتلاتة. 3، وأنت معتبرة العدد ده كتير. طيب، وما حصلش حمل لحد دلوقتي وزوجك معاكي طوال الفترة دي، وفي علاقة زوجية أيوة. منتظمة. لا ما عندوش دورة منتظمة. لا أنا ما بتكلمش على الدورة، أنا بتكلم على العلاقة الزوجية. الدورة مش منتظمة. الدورة غير منتظمة. أيوه. من وانتي آنسة من قبل الزواج. أيوه فعلا. وما فكرتيش لحضرتك ولا عائلتك انك تبحثوا تدوروا تروحوا تكشفوا؟ الدورة مش منتظمة ليه من قبل الجواز؟ لا ما كانش عندنا ده. ما كانش عندكوا ده، لازم يبقى عندكوا ده. ولما رحتي بعد الجواز والدورة مش منتظمة وما بيحصلش حمل ومش 3 أشهر ده 3 سنين، قالوا لك انت ما عندكيش حاجه ولا اي حاجه خالص، وقالوا لك ان الدوره مش منتظمه ده غالبا حالتك النفسيه وانت بتفكري. أيوه. كتير، وبطلي تفكري فيها وهي هتنتظم. ايوه. تفتكري الكلام ده حد يعقله يدخل عقل حد؟ لا يا دكتور، وانا في الاخر يعني من متابعه التلفزيون حضرتك ومن يعني ان انا اتفرج على حضرتك كتير فهمت ان انا عندي تكيس نظري. بارك الله في فهم حضرتك، الحمد لله، الحمد لله ان البرنامج ده بيغير في عقول الناس. حضرتك بقى اللي فهمتيه ده غالبا صحيح، وكل حد قال لحضرتك غير كده فهو لا يؤتمن. تمام؟ ففهمتي ان حضرتك عندك تكيس مبايض، الحمد لله. طيب، والدوره ما زالت مش منتظمه؟ ما زالت مش منتظمه. وزنك قد ايه؟ فكرت انا اخر دكتور رحت له كان هو دكتور تغذيه، رحت له هو لحد دلوقتي يعني انا ماشيه معاه. ايوه وزنك قد ايه؟ برضو في جمل المصريات دايما كده سيتفادوا قولها، اللي هي وما حصلش حمل خالص، دي دايما جمله ساقطه في الالفاظ. وزنك قد ايه؟ السؤال ده رابع مره نساله اهو، نرجو ان نحصل. كان 120 95. كويس قوي، برافو عليكي، شاطره جدا. بس حضرتك عايزه تفهميني انك طوال 3 سنين رحت لدكاترة وكان وزنك 120 والدورة ما بتجيش منتظمة وبيقولوا لك انت ما عندكيش حاجة ومحدش قال لك خسي؟ انا في بداية جوازي ما كانش الوزن ده ابدا، ده انا كان وزني كان 95 بالذات نظره. هو يعني 95 ده مش ميزة قوي يعني، بس يعني وصلتي ل 100 و110 و120 وانت بتروحي العيادات دكاترة. ماشية مع الدكاترة.
كل ده وانا ماشيه مع الدكاتره، ومحدش فيهم قال لك ان ده تكيس ولا حد قال لك خسي، بل بالعكس بتزيدي، يقولوا لك 120 ده كويس، زيدي كمان اتغذي، برافو عليكي. ايوه ايوه. طيب ومنهم منهم ناس كانت بتوزنك من اساسه؟ يعني حد فيهم عنده ميزان كده كان بيوقفك عليه؟ لا، هي اخر واحده رحت لها اللي وقفتنا على ميزان وقالت لي عادي عادي ده ما فيش حاجه، بس وبيمشي على العلاج ده، عطتني اللي هو الكلوفاج قالت لك عادي ان وزنك 120 كيلو وكنت متجوزه. أيوة. 90 وفي 3 سنين زدتي 30 كيلو، وقالت لك ده عادي وما حصلش حاجه، واتخن من كده. أيوة. وبيحمله وده ما ياثرش، ويلا الجهاز. أيوة. اللي احنا وقفناك عليه والميزان ده يلا نكسره، ولا يهمك ولا هنوقفك عليه تاني. ايوه، بس وانا كده موقفه الدكاتره، ما بروحش لاي دكتور خالص، وانا كده بعمل ريجيم مع نفسي وماشي يعني مع دكتور تغذيه، والحمد لله خسيت ونزلت ال 95 كيلو. جدعه، راسك ابوسها. وحضرتك الدوره ابتدت تنتظم؟ ايوه تمام. ولسه الدكتور بتاع التغذيه قال لك لسه احنا لسه معانا شغل ومجهود مع بعض، مش هسيبك الا لما نبقى 85 ويا ريت نكسرهم. 85 يا 70. كويس، على ما توصلي للوزن ده هتكون الدوره باذن الله انتظمت، واحتمال يحصل حمل، ولما نوصل للوزن ده يبقى علاجاتنا احنا بتاعت امراض نسا مجديه. قبل كده لو خدتي اي علاج مننا هتبقى عباره عن فلوس مرميه على الارض. فعلا فعلا. تمام. طب انا كده يعني امشي مع دكتور تاني ولا دكتور نسا وتوليد برضه؟ تمام. ولا كده امشي مع دكتور التغذيه وخلاص؟ خليني يعني مع دكتور التغذيه كده وخلاص. دكتور التغذيه مع الجلوكوفاج اللي قالوا لك عليه، مع الاستمرار على فقد الوزن والنظام الغذائي اللي هو غيرهولك، ونظام حياتك اللي غيرها دكتور التغذية وقال لك لازم تنزلي تتمشي وتبقي نشطة كده وما تقعديش تركني في البيت وتنامي طول النهار علشان جسمك يحرق، ولما توصلي الوزن 85 احتمال كبير تكون الدورة انتظمت، واحتمال يكون حصل حمل. إذا عند وقتها ما حصلش حمل، يبرز أو يظهر دور دكاترة النساء مرة أخرى إننا محتاجين ناخد علاج وناخد تنشيط للتبويض. قبل كده احنا دورنا ان نوجهك بس الى فقد الوزن، بعد الوصول للوزن المثالي علاجاتنا تبقى مجدية، قبل كده العلاجات غير مجدية. انا مبسوط منك خالص، برافو عليك، برافو عليك انك بتدوري على مصلحتك وبتسألي وبتفكري وبتشغلي عقلك، فتلاقي الكلام اللي مش منطقي، واحدة عمالة تزيد في الوزن، مفيش تبويض، ها دورة مش منتظمة، شعر راسها بيقع وهي نايمه على السرير تلاقيه جنبها على المخده، انا زمان بقول دلوقتي وانت بتقولي اه وبتردي عليا ايوه بيحصل، تمام؟ وبيقولوا لها انت طبيعيه ما حصلش حاجه، مفيش حاجه خالص، تمام؟ وكل زيادتها في الوزن في بطنها بقى عندها كرش قدامها، والستات اللي في البلد عندهم بصوا عليها كده بعد سنه من الجواز يقولوا لها انت مالك، انت حامل؟ مال بطنك عليت كده ليه؟ تمام؟ وهي ولا حامل ولا في دوره ولا في تبويض ولا حد بيدلها على المعلومات الصحيحه، فهي بقى ابتدت لان ما يعني ما حدش هيهتم بيك قد بمشاكلك قد نفسك، فهي دورت بنفسها وابتدت تسال وتدور وتسمع وتستشير وتستخير وتشغل مخها، فلقت ان الكلام مش منطقي وابتدت تروح الى دكتور تغذيه وخست 25 كيلو، برافو عليكي جدا 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 جدا، ده عزيمه هايله ومجهود يحترم، يا ربنا يوفقك ويجعل تعبك بفايده. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا فندم. اتفضل. معاك خميس بني سيف يا فندم. اهلا بيك. عندي بنت يا دكتور كان حملت وجابها جلطه في الحمل الاولاني ووضعت. جالها جلطه في رجليها. جات لها جلطه في رجليها. ايوه. في رجلها. في الشهر الكام من الحمل؟ هي وضعت بالسلام يعني. لا لا يعني لا الجلطه ثانيه واحده، الجلطه جت لها وهي حامل ولا بعد الولاده؟ لا وهي حامل. وهي حامل. جت في اوائل في اوائل السادس كده. في اول في اول الشهر السادس. التاسع. التاسع تمام كده الطب يبقى مظبوط. ووضعت. وضعت طبيعي ولا بقيصريه؟ طبيعي. طبيعي تمام.
بعد كده اتصلنا بحضرتك قلت ما تاخدش وسائل مناعه. لا قلت ما تاخدش وسائل هرمون. استنى بس استنى استنى بس عشان ما قلت ما تاخدش وسائل هرمونيه، مش ما تاخدش وسائل، ما تاخدش وسائل فيها هرمونات عشان ما تكررش الجلطه. تمام، في فرق بين ما تاخدش وسائل منع حمل وما تاخدش. المهم حصل حمل ثاني ووضعت دلوقتي. تمام، وكانت طوال الحمل الثاني بتاخد ادويه للسيوله؟ اه كانت بتاخد برشام للسيوله. جميل، والوقت ماشي على برشام السيوله بعد الولاده؟ لا منعت. طيب طيب السؤال ايه؟ دلوقتي عايزين تستعمل وسيلة حمل ايه دلوقتي؟ تستعمل وسيلة منع حمل ايه؟ تركب لولب. منع حمل ايه؟ تركب لولب وتستخدم ادوية للسيولة. تركب لولب؟ ايوه، لان ده وسيلة غير هرمونية، وبالتالي هنبعد خالص عن قصة التجلطات. بس استخدام اللولب بيزود كمية دم الدورة، والست دي كمان لازم تمشي على ادويه للسيوله، لان صحيح احتمال حدوث الجلطات اثناء الحمل عالي جدا وبعد الولاده لحد نهايه النفاس، لكن ممكن يحصل الجلطات في اي وقت، وبالتالي لازم تاخد ادويه للسيوله وتركب لولب، والاتنين دول مع بعض ممكن يخلوا كميه دم الدوره كتيره قوي وتجيلها بنزيف. طب نتفادى ده ازاي؟ تركب لولب هرموني، تقوم اللولب الهرموني ده لولب زي اللوالب بس بيقلل كميه دم الدوره. الله، ما هو هرموني اهو، حضرتك بتقول تتفادى الهرمونات، الهرمونات اللي في اللولب الهرموني تخرج من اللولب لتعمل في منطقة الحوض والرحم وبطانة الرحم ولا تأثير عام لها على الجسم. فتركب لولب هرموني وتستخدمه وبيقعد لحد 5-6 سنين، وتاخد أدوية للسيولة عشان تمنع تكون الجلطات مرة أخرى. تمام؟ لكن هي تتفادى وسائل منع الحمل الهرمونية اللي فيها هرمونات بتخش جسمها. طب يا فندم الدكتوره بتقول اركب لي كبسوله في دراعك. ما الكبسوله اللي في الدراع ما بتزودش قوي الجلطات، لكن في وارد احتمال وبتلخبط الدوره لخبطه شديده، فخلينا نبعد عن اي حاجه فيها هرمونات تدخل جسمها. تمام، يبقى الامثل البعد عن اي شيء هرموني سواء بالفم، طبعا الاقراص اللي هي أحادية الهرمون اللي فيها هرمون البروجستيرون أو الكبسولة أو حقن منع الحمل دي فيها بروجستيرون طويل المدى، والبروجستيرون لا يشاع عنه إنه بيزود التجلطات، مش قوي، لكن ما نقدرش نقول إنه آمن تماما في ست زي كده. تمام، الأكثر أمانا نبعد عن كل الوسائل الهرمونية اللي فيها هرمونات سيستميك بتدخل الجسم عامة اللي هو بالفم أو بالحقن أو الكبسولة، لأن دي عبارة عن هرمونات طويلة المدى مخزنة. فالامثل للست دي انها تركب لولب وتاخد ادويه للسيوله، هنا هيحصل احتمال حدوث نزف شديد وارد، نقوم نتفادى ده باللولب الهرموني. طبعا لان انا بتكلمه ده اسلوب راقي جدا في منع الحمل وغالي شويه، لكن مش هتلاقوه مطروح قوي عندكم، لكن هو ده الامثل، تركب لولب هرموني وتاخد معاه ادويه للسيوله. طيب معانا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم دكتور عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدنيا عندكم بتمطر جامد؟ يعني بسيط والله. بسيط، طيب إن شاء الله كله خير، اتفضلي أؤمري. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. بس يا دكتور لو سمحت، أنا كنت جيت لك أنا من 6 سنين، فالحمد لله يعني ربنا أكرمني فقلت لي اعملي منظار وعملته. وبعده حصل حمل يعني؟ ايوه حضرتك قلت لي ايه يعني، قلت لي اعملي عملت المنظار، لا حصل طلع بطانه مهاجره فيه من درجه اولى، وقلت لي ما تقعديش اكتر من كده واعملي ايه، عمليه حقن مجهري وعملتها الحمد لله وربنا اكرمني واشرقت. فانا ليا 6 سنين حاليا الدوره من يوم ما جبت اشرقت منتظمه كويس، يجي شهر بشهر. حلو، وحضرتك مشخصت لي ان فيه كان فيه تكيسات وكده. تمام، فانا يا دكتور الجماعه هنا يعني اهل بيتي وكده فترشحوا لي، قالوا في دكتور كويس مش عارف ايه، وتعرف انا بنستشيرك في حاجه يعني كده. الدكتور دوت اول ما رحت له كشف سونار الاول، قال لي ايه انا والله ما انا شايف حاجه عندك، وشاف المنظر وشاف كل حاجه، فانا استنظرت عشان يقول لي مثلا اعملي تحاليل ولا نشوف اخبار الهرمونات ايه، ما لفظت اي حاجه من دول صراحه ولا نطق. فراح قال لي والله ما فيش اي حاجه، وانا شايف والله لا في تكيس ولا في اي حاجه، وما شاء الله التبويض اداني برشام منشط اللي هو البرشام العادي ده خفيف. فراح قال لي وتعالي لي يوم ال 12 من التبويض،
رحت له قال لك التبويض هايل وكويس. قال لي التبويض طالعه 18 في 21. هو الشطاره يا ست الكل ان التبويض يبقى كويس من غير ما يديك منشط. انا لما لبسوني النضاره بقت شايف كويس، بس ده مش معناه ان انا طبيعي. الطبيعي ان انا ما احتاجش النضاره. تمام؟ السؤال ايه بقى يا فندم؟ فروحت يا دكتور، السؤال بقى يا دكتور مطلع لي يعني انا ثاني شهر حاليا مطلع لي برشام اسمه فلومكس ومكملات غذائيه ثلاث انواع وبرشام للسيوله، وقال لي دوت هيحافظ على الخصوبه بتاعتي، فانا بصراحه بناخده يعني مش مقتنعه، بس مش عارفه يعني انا يعني كجوزي بيقول لي كل بول ده كويس وده بشكر لي فيه وده. اه فندم، هو غالبا ولد ستات كتير من اللي انت تعرفيهم. فهل ده طريق صح ان انا نمشي فيه؟ ايوه هو غالبا ولد ستات كتير من اللي انت تعرفيهم، تابعوا معاه الحمل وولدهم. انا اول مره اروح له والله عن طريق يعني حد يعني. انا ما قلتش اول او اخر مره، انا بقول لحضرتك ده دكتور ولاده وليس دكتور تاخر حمل، ان المنهجيه دي مش منهجيه تاخر حمل على الاطلاق. فحضرتك لما قلت له طب يا دكتور على السيدوفات هتخش العياده هتلاقي كده بطون ستات حوامل كتير. قال لي السيدوفات ده دوت كروموكس دوت افضل من السيدوفات. تمام يا فندم، الكروموكس ده لا قيمه له على الاطلاق لعيانه ما بتاخدش الجلوكوفاج، والعيانه اللي بتاخد الجلوكوفاج وبتاخده معاه وفي حاجه يزيد من استجابه الجسم للجلوكوفاج، اما هو لوحده فزي ما حضرتك تكوني بتنزلي تشتري البان وبتندغيه. فيا دكتور انا في حاجه حصلت، انا لما اداني منشط ومثبت في بيديني مثبت مثلا من يوم ال 15 نبدا فيه بناخده، فانا لا انا لخبطت في مثبت، خدت بدل ما ناخد حبتين خدت اربعه، فالدوره جيت قبل ميعادها ب 10 ايام، فاداني حقنه تفجيريه على هذا الدوره اللي نزلت، رغم نزلت يومين واعتبر دم خفيف، اداني حقنه تفجيريه ومثبت تاني، والدوره برضه لفت اللفه ونزلت قبل ميعادها بحوالي 15 يوم. فانا مش عارفه نعمل ايه ونروح فين، وانا يعني انا اولا انا يعني الحمد لله انا ربنا اكرمني ورحت لك وشخصتني، بس انا يعني الجماعه هنا قعدوا يقولوا روحي ده كويس ده مش عارفه ايه، يعني مش عارفه والله يا دكتور، انا بس قلت استشيرك في البرشام اللي انا بناخده دوت كذا نوع مكمل غذائي كلهم مكملات غذائيه، فقلت له ايه الافاده يا دكتور فيهم؟ قال لي ده هيحافظ على الخصوبه بتاعتي. هو مفيش منهم اي ضرر، انا اجاوب اهو مفيش منهم اي ضرر. تمام، بس مش عايز اكمل بقيه الجمله، يعني مفيش منهم اي ضرر. طيب السيدوفات طبعا ما نقطعهوش ولا حاجه. انا هجاوب حضرتك بعد اذنك، اسمعيني كده من خلال التلفزيون. ماشي، ما شكرا. لا، تكيس المبايض خلل هرموني لا يتم تشخيصه دون تحليل الهرمونات. السونار يظهر تكيس المبايض في بعض الحالات والبعض لا. اتنين، تحليل الهرمونات مش بس ليها دلالة على إن الست عندها تكيس ولا لأ، ودرجته بعد إذن حضراتكم الصوت ما زال داخل الاستوديو. نمرة اتنين، تكيس المبايض مرض مزمن لا يختفي ولا ينتهي العمر كله، تتغير درجته بمرور الوقت والعمر والسن ووزن السيدة، لكنه لا يختفي ولا يوجد سيدة اسمها شفيت من التكيسات وانتهت. تلاتة، ربع السيدات المصابات بتكيس المبايض عند إجراء منظار لهن يوجد عندهن بطانة مهاجرة من الدرجة الأولى، وهو مرض مانع للحمل لسنوات طويلة، وهناك علاقة موثقة بين المرضين الآن. أربعة، الستات اللي عندهم بطانة مهاجرة عند اكتشافها بالمنظار في فرص لحدوث الحمل حوالي 50% خلال سنة من عمل المنظار. إذا مرت السنة من عمل المنظار ولم يحدث حمل يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري، وده اللي اتقال لحضرتك والمنهج اللي مشيتي عليه، وانتهى إن رحنا عملنا حقن مجهري فحدث حمل. إذا حدث حمل واكتمل 9 شهور بيحدث الآتي: مرض تكيس المبايض سيظل موجود، تتغير درجته بالعمر بالسن بالهرمونات بالوزن. أما مرض البطانة المهاجرة 80% من السيدات اللي حصل حمل واكتمل 9 شهور سينتهي مرض البطانة المهاجرة، لكن في 20% المرض سينشط مرة أخرى وسيظل مانعا للحمل، وبالتالي يجب عمل تحليل الهرمونات التي لم تجرى، يجب إخبار السيدة بالحقيقة الذي لم يحدث، إذا استمر لم يحدث حمل يجب تقييم مخزون المبيض من البويضات حيث مرض البطانة المهاجرة يضعف ويهلك المخزون، يجب عمل منظار لاكتشاف البطانة المهاجرة نشطت مرة أخرى ولا لأ، يجب الاستمرار على خطة منهجية للبحث عن الحمل. فإذا لم يحدث حمل
بعد اكتشاف الأسباب وعلاجاتها يجب تكرار محاولة الحقن المجهري. نقارن ده باللي بيتعمل لحضرتك نقوم نلاقي ولا خطوة في اللي احنا قلناهم دول اتعملت. بالتوفيق إن شاء الله يا رب، يا ربنا يدلك على الطريق الصحيح. معانا اتصال تليفوني آخر. يا دكتور. أيوة أستاذ علي اتفضل. بالنسبة للمدام عندي تأخر مشوار الدورة فوق الشهرين ونص، داخلة في الشهر الثالث. أيوة. وعملت يعني 5-6 تحاليل، أنا هقولهم لك على كده. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، أنا ثواني يا فندم، ثواني يا أستاذي. بعد إذن حضرتك، حضرتك سامعني؟ دكتور. طيب بعد إذن حضرتك، قبل التحاليل زي ما أنا برضو في ناس تقوم بعتلي رسالة، تقوم بعتلي 4-5 تحاليل كده. هي السيدة دي سنها كام سنة؟ متجوزة بقالها قد إيه؟ حصل مشاكل دي قبل كده ولا لأ؟ أنا دكتور. أيوه. سنها كم سنة؟ 35 يا دكتور. ومتجوزين بقالكوا قد ايه؟ التأخر بتاع الدورة يعني ليها 3 شهور دلوقتي. أنا ما بتكلمش على تأخر الدورة، بتكلم حضراتكم متزوجين بقالكم كام؟ متزوجين لنا 6 شهور يا دكتور. 6 شهور. والدورة في الست شهور؟ 7 شهور يا دكتور. 7 شهور. حضرتك كلمتني من حلقة أو اتنين كده، وقلت لك معقول الست اللي متجوزة بقالها 6 شهور الدورة اتأخرت فيهم 3 شهور تبقى طبيعية؟ يعني نص المدة اللي بتاعت الزواج. طيب دكتور أنا بس يعني صح، هو مش طبيعي، بس أنا عملت 5-6 تحاليل مخزون مبيض لحضرتك. حضرتك مصر إنك عايز تعبر أي شيء وتقول التحاليل، اتفضل بقى، اتفضل. طب هو الـ ANA 8 والـ ATA 8 والـ ANY 3.2 والـ RR 2.5 و TSH 3.7 والـ LH مكتوب 11.6 والـ FSH 6.2 والـ SLA 8. هو فندم حضرتك في حاجات كتيرة كده، مبيض والتهابات، مفيش فايدة، بس أنا مش عارف أعمل إيه يعني. وهي خدت برشام من الحمل، وخدت برشام سيوله وبرشام بتاع منع الحمل ده، وده برضه دكتور علاج للهرمونات يعني شريط كان غالي شويه، وبرضه لسه ما نزلش يا دكتور، فاحنا يا ريت تنصحني يعني. حضرتك خلصت عشان تسمعني بقى، لان حضرتك ما بتسمعنيش ومصر تاخد. طيب هو بارك الله. اولا بعض التحاليل اللي حضرتك نطقتها انا مش عارف ادركها خالص، ان حضرتك قلت الار ار ار، مفيش حاجه في الطب اسمها كده، يعني نص التحليل اللي حضرتك نطقتها لا يوجد هذا المسمى. ابتديت حضرتك تقول كلام فهمته بدءا من كلمه تي اس اتش، عن تي اس اتش وما بعده كلام علمي وفهمته. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال واحد، لما حد شاف التحاليل دي قال لحضراتكم ايه؟ التحاليل دي فيها ايه؟ بتقول ايه؟ لما طلبناها وصلنا لايه؟ التشخيص ايه؟ الأكياس يعني على المبيض. أكياس على المبيض؟ طيب. لا يا فندم، هو فيش هرمونات في الغدة الدرقية والحاجات دي. لا يا فندم، هرمونات الغدة على عنق الرحم. يا أستاذي، يا أستاذي، حضرتك خد نفس بين كل جملة بتقولها والتانية، تمام؟ أولاً تحليل الغدة الدرقية طبيعي تماماً. التي اس اتش اللي هو بين بداية ما حضرتك قلت تحاليل يعترف بها طبياً 3 وكسر، وهو رقم طبيعي. تمام؟ فاكر أنا أهو. الحمد لله بلقط من اول مره، تي اس اتش 3 وكسر وده طبيعي، وبعديها قلت الاف اس اتش وده رقم، وقلت قبله ال اتش وده ارقام او اسامي هرمونات معروفه، لكن حضرتك قلت في النص كده الاتش سي سي والار ار ار، ودول ما فيش حاجه اسمها كده. المهم يعني حضرتك قلت ال اتش طلع 11 وي، شوف انا اهو الحمد لله فاكر. ايوه 11 وي صح يا دكتور. ايوه يا فندم فاكر اهو. والاف اس اتش 7 أو 8 وي. فانا بسال حضرتك سؤال واحد، قالوا لحضرتك ايه على نتائج التحاليل دي؟ قلت لي قالوا لي اكياس على المبايض. لا، هو ما فيش حاجه اسمها كده، التحاليل دي تشير الى تكيس مبايض. تكيس على المبايض. طيب يا فندم، لان فرق شاسع بين التكيس وبين الاكياس. حسن وحسين اساميهم قريبه من بعض بس ما هماش نفس البني ادم. فالاكياس والتكيسات الالفاظ قريبه من بعض بس ما هماش نفس الشيء. تمام؟ فقالوا لحضرتك مش عارف اعمل ايه يعني. ايوه يا فندم، حضرتك اديني فرصه بعد اذنك. قالوا لحضرتك ان الست دي عندها تكيس مبايض، هو ده التشخيص. اللي اتقال لحضرتك بقى عندها تكيس مبايض درجته بسيطه، شديده، متوسطه، فرصها في الحمل سهله، صعبه، ايه اللي اتقال؟ هو قال عاوز تظبيط. لا انا ما بسالش بعد اذن حضرتك، جاوب على اسئلتي.
هو هيقول لحضرتك كلام مبشر جدا عشان يتفادى يقول الحقيقه. شهور واما حته الحمل ما قاليش حاجه في الحمل. طيب انا بسال اربع شهور بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك في سؤال محدد اهو. قالوا لحضرتك ده تكيس مبايض من درجه بسيطه متوسطه شديده شديده جدا، اختار اختيار منهم ولا كلمه بره الاختيارات دي. التكيس يعني درجه متوسطه. طيب يا فندم تعال نتكلم انا وانت بالعقل والمنطق يا سيد الفاضل، تعال نستخدم العقل والمنطق. التكيس اللي من درجه متوسطه ياخر الدوره 3 ايام ولا 3 اسابيع ولا 3 شهور؟ يبقى هو صح كده يا دكتور، درجه شديده شويه. اه مظبوط. شوف حضرتك اول ما استخدمت العقل والمنطق، وبالمناسبه التحاليل دي بتاع واحده عندها تكيس مبايض من درجه شديده جدا، تمام؟ لكن هم ايه بيقولوا لك الكلام اللي مش عشان يبقى زي اصل انا وحش بقول الحقيقه، فيا باي ده بيقول لي كده ان عندك درجه شديده. ما بنقولش من عندنا، بنقول نتيجه قراءه التحاليل، التحاليل دي تشير الى تكيس مبايض من درجه شديده، وعشان كده استخدموا اقراص منع الحمل لانزال الدوره. حضرتك كمان بتقول لي انها خلصت الاقراص ولسه الدوره ما نزلتش، مظبوط؟ صح. خلصتها بقى لها قد ايه؟ ليها دلوقتي يومين ثلاثة وبرضه ما نزلش. الدورة يا سيدي الفاضل بتنزل خلال 10 أيام من انتهاء الأقراص، يعني ممكن بعد دقيقة من دلوقتي تبقى نزلت، وممكن بكرة، وممكن بعده، وممكن لحد أسبوع من الآن، وكل ده وارد وعادي وطبيعي، وكان مفترض إن هم يفهموه لحضرتك. تمام. تمام؟ تمام دكتور. ده بالنسبة لنزول الدورة، بس كون إنها نزلت ده محلش المشكلة، الدورة اللي هتنزل دي دورة اصطناعية، دي دورة منزلة. دي تأثير العلاج وليس دورتها، ولما تكرر العلاج هيجي دم في معاد ثابت، ده ما اسموش دورة وما اسموش منتظمة، اسمها دورة صناعية أنزلت بأثر علاج هرموني. وصف الطب ليها كده مكتوب في كتب الطب، هرمون وزدرول بليدنج، دم أنزل بسبب علاج هرموني وليس الدورة، لأن الست دي عندها مشاكل شديدة، لم وقفنا أي علاج مش هتنزل دورة لوحدها. تمام دكتور. تمام. بس هي فرصة في الحمل ان شاء الله كويسه ولا؟ الله يعلم الغيب والحمل بيد الله. لكن تكيس المبايض كمرض مهما كانت شدته هو مرض مؤخر للحمل. لو الست ما عندهاش مشكله الا تكيس المبايض، حتى لو الدرجه بتاعت المرض ده شديده جدا، فمرض تكيس المبايض مرض مؤخر وليس مرض مانع. طب انا اعرف ستات عندها تكيس مبايض وما حصلش حمل خالص، غالبا عندهم مشكله اخرى تمام مصاحبه له، لكن تكيس المبايض بير سي لوحده، ها تكيس المبايض وحده هو مرض مؤخر للحمل مهما كان شده المرض وليس مانعا. وكلما كان المرض اشد درجه كلما كانت منهجيه التعامل معاه مختلفه. تمام. فاحنا لا نلجا مثلا لاقراص منع الحمل زي ما حاله حضراتكم ولا في التكيسات اللي من درجه شديده، لكن الست دي محتاجه ان مش حضرتك تتصل بيها مره اخرى، محتاجة انها تروح لحد متميز ومتخصص عشان يتعامل مع هذه التكيسات الشديدة عشان يحصل استجابة جيدة. فرصها في الحمل ان شاء الله جيدة اذا اتبعت منهجية جيدة في التعامل مع الحالة. المنهجية دي انا مش قادر احددها قوي لان باقي التحاليل اللي مفروض تتقال حضرتك يعني مش واضحة، وكمان محتاجة الست دي تقييم بسونار مهبلي جيد وتقييمات اخرى. ان شاء الله ربنا يوفقكم، لكن اللي احنا نقدر نفيد حضرتك فيه لان احنا دايما مدي نصايح عامه، لان التشخيص والعلاج هو من مسؤوليه ويجب ان يكون للحاضر للحاله وشايفها. لكن هذه السيده طبعا ما هياش طبيعيه، طبعا عندها مشاكل، طبعا المشاكل من درجه جديده، ده العقل والمنطق يقول كده من قبل اي تحاليل. التحاليل اكدت ان هذه المشاكل تشير الى تكيس مبايض ومن درجه شديده. في معانا قد ايه يا جماعه؟ هو أنا خمس دقايق؟ ست دقايق؟ طب أوكي. طيب للأسف يعني الوقت بيضيق بينا. الحلقة السابقة شفنا الفيديو بتاع خروج الممثلة نشوى مصطفى من مستشفى العزل وما قالته عن ما رأته رؤية العين من المجهودات التي تقوم بها الأطقم الطبية. أحذركم وأحذر نفسي وأنصحكم وأنصح نفسي، الحالات في منطقة الشرق الأوسط في زيادة شديدة، وفي شمال أفريقيا في زيادة مضطردة، وفي مصر بدأت في الزيادة الواضحة،
وابتدينا نسمع تاني عن قرايب ومعارف وناس نعرفهم وناس كتير ونجوم ولا اخره بيصابوا بالمرض، ويبدو اننا على اعتاب فوره اخرى ونشاط اخر. نلتزم الحذر والدعاء لله، لان هذا مرض الحقيقه ملوش قواعد، لكن نتوجه بكل الشكر والتقدير للاطقم الطبيه واللي شاف غير اللي سمع، فاللي شاف شهادته بتبقى موثقه. والحلقه الماضيه عرضت لحضراتكم جزء من الفيديو، ومهتم ان انا اسمع حضراتكم شهاده لمن حضر وراء الاطقم الطبيه بتعمل ايه. فنستكمل الفيديو اللي شفناه الحلقه السابقه ونشوفه مع بعض كده بعد اذن حضراتكم، نعرضه بالصوت بعد اذنكم. حبايبي ده ابني، يعني انا حسين، انا مش عارفه اشكرك ازاي والله، يعني ربنا يبارك لي والدتك ولاسرتك فيك يا رب. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قاعد تشرحه لي. طبعا الحمد لله والف سلام على فوق حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى، برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله المنظومه اللي عاملها الدكتور طارق تحت اشراف وزاره الصحه منظومه قويه جدا، والحمد لله يعني حضرتك شفت الاثر. انا مش ما شفتش، انا صحيت. الحمد لله. دكتور احمد امبابي ده بقى ابني الصغير، ده اللي كان مسؤول عن رفع روحي المعنويه. انا داخله بموت وقال لي حضرتك ليه ما بتضحكيش؟ هتضحكي وقريب قوي هتطلعي من هنا وانت احسن ما جيتي. في يوم قال لي لما تعافيت امبارح تحديدا، قال لي ايه ده يا مدام نشوى، انت نسبه الاكسجين بتاعتك بقت احسن مني. فبس ما شاء الله يعني. الحمد لله احنا فرحتنا ما بتوصفش بخروجك، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا والله، اهم من اي حاجه ثانيه. كفايه روحك الحلوه اللي كانت معانا، واحنا ما عملناش ده الواجب يعني، ده الواجب بتاعنا وحياتنا. بس انت وعدتني تعزمني على فرحك. ان شاء الله، انت اول واحده في فرحي ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكرمك. يا حبيبي، انا لو كنت معايا في العزم ما كنتش هي يعني فكره واحده من حوالي 12 نوبات يعني تبطشيات مختلفه، فكلهم بلا استثناء كانوا حاسيني ان هم الظروف عندي مش حاسيني ابدا ان انا تقيله، ولا ان انا ما بشقق عليهم. انا في يوم في 4:00 بالليل للساعه 2 بالليل للساعه 5 الصبح بيعملوا لي تمرينات في جسمي كله جنب الادويه اللي باخدها، لان الحراره كانت وصلت كانت مش عايزه تنزل. اليوم ده انا حسيت ان انا قليله، حسيت ان انا ما بعملش حاجه وما اسويش حاجه جنب هيئه التبريد كلها، انا ما اسويش. المهم بقى اعظم حاجه الامرايا ماهر، اجمل مجهوده في الحياه الحقيقه. انا فاكرها مجهوده طلعت تيتا بدوام الصحة. تمام؟ اوكي. ده كان بتاع شطار اللي شافه.
دول الدكاترة ودول الحكيمات بالمناسبة ما تعرفوش الكلمة ليها أثر السحر فيهم إزاي. لو سمحتم عملوا الدكاترة بما يستحقوا، مش كل واحد داخل المستشفى يتخانق ويزعق وفارد طوله وعرضه على ناس مضغوطة ضغوطات مش بس بتوع مستشفيات العزل وفي كل التخصصات الطبية. الناس دي زي ما انتم شايفين اللي جدة وبتشتغل في مستشفى العزل، ووارد انها لما تروح تكون مصدر لنقل العدوى لأهلها وعيلتها وأبنائها وحبايبها، لكن الناس دول مضحيين بكل ده علشان هم عندهم رسالة بيعملوها، ما بيطلبوش من الناس أي شيء سوى الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وتقدير مجهودتهم. كل التحية والتقدير لكل الأطقم الطبية الساهرين على صحة المرضى في مصرنا الحبيبة، والذين يخوضون معركة شريفة للدفاع عن صحة وحياة المصريين، وهذه شهادة حق موثقة لمجهودات ناس انتوا ما تعرفوهاش وما تدروش بيها. بتشوفوا الدكاترة زي ما اقول لكم الصغيرين دول خارجين يخرجوا بره المستشفى بلبس السكراب بتاعهم ببدلة العمليات عشان يشم هوا ويغير جو، واقف يشتري عشاء ما تعرفوش دول الماديات بتاعتهم ايه وبيتعاطوا ايه قدام المجهود الفظيع اللي بيعملوه. كل التحية وكل التقدير لكل الأطقم الطبية، كل السيدات وكل الأنسات. للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي كما اعتدنا دائما يا رب، دايما 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 يفضل المعاد ده واللقاء ده والشاشة دي بشرة خير.